أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا إليه تحشرون
واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. واعلموا أن الله شديد العقاب. واذكروا تضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. صدق الله العظيم.